آية، الآية في سورة آل عمران دي آية عظيمة، قاعد بيقراب أشعر. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. بلك هنا بتقف، كمل بقى: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم القيامة أنا عايز أتخيل المشهد ده، عشان المشهد ده يصب معايا في الدنيا. وما عملت من سوء، ربنا بيقول لنا، ربنا بيقول لنا وإحنا أحياء هنا الحمد لله، بيقول لنا هيحصل يوم القيامة اللي هيعمل سوء هيود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. طيب أنا لما أقرأ الآية دي، أنا هنا أخلي الأمد البعيد هنا قبل ما أتمناه هناك. بيني وبين سيئاتي أمدا بعيدا، بيني وبين المنكرات أمدا بعيدا، حاطط حواجز كمان، مش مجرد تبت بس، ده أنا تبت وقفلت السكك، تبت من المعصية ومن أصحابي اللي بيشجعوني عليها وبعدت عنهم وجبت صعبة صالحة، تبت من ترك الصلاة وبصلي نوافل دلوقتي عشان أحمل فريضة، تبت من ترك صيام رمضان وبصوم دلوقتي شعبان وشوال وعامل حماية جامدة جدا، تبت من التبرج، لا أنا هلبس حجاب أوسع حجاب، ده أنا هلبس نقاب علشان يبقى يعني حماية فوق الحماية. أمدا بعيدا، أنت بتبعد عن المعصية بمسافة علشان يوم القيامة يبقى بينك وبين الجهنم مسافة. ربنا قال عن أهل الإيمان لا يسمعون إيه؟ حسيسها. لكن رغم ذلك قال عن الكافرين: ولما رأى المجرمون النار وظنوا أنهم إيه؟ مواقعوها ولم يجدوا عنها إيه؟ مصرفة، يسمعون لها تغيظا وزفيرا. لكن المؤمنين لا يسمعون حسيسها. شوف النار اللي هي بيجرها لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، يعني النار بيجرها مش شايلها، بيجرها حوالي 5 مليار ملك. 5 مليار ملك، تعرف ملك قوته قد ايه؟ في 5 مليار قدروا يجروها بس، دي صوتها عامل ازاي؟ نسأل الله السلامة والعافية. طب لما واحد مش سامع الصوت ده اصلا، ده فين؟ ده بعيد قوي قوي. دايما عايز تبقى بينك وبين النار مسافة يوم القيامة، خلي بينك وبين السيئات مسافة. هنا ربنا بيقول على الناس صاحب الشياطين، قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له إيه؟ قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنا بسمع الآيات ديت وأنا حي الحمد لله، أطلع من المسجد برضو حيظل بيني وبين الشيطان صداقة، وظل بيني وبين القرين اتفاقات سرية قدام الناس كويس، وبيني وبين نفسي قرين للشيطان، صديق للشيطان، ولي للرحمن في المسجد، ولي للشيطان في البيت، ولي للرحمن قدام الإخوة، ولي للشيطان مع أصحابي في الكلية، ولي للرحمن في دروس العلم، ولي للشيطان على القهوة. تفضل لغاية إمتى مزدوج الشخصية؟ يوم القيامة هيتمنى قرين الشيطان ده يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، لا أنا هاخد الآية دي وحنفذها دلوقتي حالا وأنا حي كده، سأجعل بيني وبين هذا القرين بعد المشرقين وأكون مأصل أصل بئس القرين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيه؟ بدلا. يبقى أنا أطلع بدروس أدفز، بدل أشوف كل الندمات اللي اتقالت عن يوم القيامة وأطلع أنا بها بعمل هعمله دلوقتي، هنفذ دلوقتي، عشان يا رب أنا مش هقول الكلمة دي يوم القيامة، أنا مش هقول يا ليتني قدمت لحياتي، أنا مش هقول بئس القرين، أنا مش هقول يا أود لو أن بيني وبينها أمدا بعيدا، أنا هنفذ من دلوقتي، مش هستنى اليوم دوت علشان أندم، لا أنا هكون من السعداء بإذن الله تعالى. أقول هاو مقرأ كتابية. فهذه أمور ينبغي أن احنا نخرج بها من القرآن: يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.